تعالى عنه وعثمان ذي النورين كامل الحياة والوقار رضي الله تعالى عنه وعلي المرتضى أسد الله الجبار رضي الله تعالى عنه وعلى سيدي شباب أهل الجنة الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللهم أيد الإسلام وانصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واقتل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله تعالى تواب كريم ملك بر رؤوف رحيم وفي دعوانا الحمد لله رب العالمين.